سدات مدام. محمد السوداني واحد من حراس المعبد خدا بزمام الأمور وبدأ محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وحفظ ماء وجه المسجد. أول خطوة دارها هي قدم لنا مهلة أسبوع باش نخرجوا ندبروا على راسنا. إحنا الحراقة اللي ساكنين في الجامع، أيامات المباتة في الجامع تسالت. محمد شرح لنا سبب هذا القرار، والحد الآن ما عارفش واش كذب علينا ولا قال الحقيقة. قال لك سيدي السلطات الألمانية خرجت واحد القانون تيمنع المبيت في دور العبادة. توقيت ديال هذا القرار كان غريب حيت جا مباشرة بعد القربالة اللي وقعت. فرق علينا واحد البركة من فلوس الزكاة اللي تجمعت وقال لنا عوموا بحركم. بقيت معلق ديك السيمانة ما عرفت ما ندير. كنت بحال شي حيوان ربيتيه في الدار ودابا خصو يخرج للغابة، أو شي دري صغير ولف الحليب ديال مو وجا وقت الفطام. لحسن الحظ كنت عزيز على الناس، لقيت اللي عرضوا عليا نبات عندهم على ما نلقى شي حل دائم. ألمانيا هاد غنكتشفها من جديد، وسير دابا قلب على الخدمة وعلى الكرا والوراق والإدارات. كون غير ما عرضوش عليا شي وحدين وبت في الزنقة كون كان حسن ليا. آخر واحد عرض عليا من الأشرار كان تونسي، ما يستاهلش نذكر سميته. دار معايا واحد البلان ديال الكلاب ما عمري ننساها ليه. كان طالب جاي بمنحة من تونس، جاي بمنحة يقرأ في ألمانيا وساكن في حي جامعي. مشيت عنده مور العشاء، حطيت كمامسي ونعست. في وقت ديال الصبح فيقته صلينا ورجعنا ننعسوا. تلهنا كل شيء مزيان. من ضربتني الفيقة ونط جيت نحل الباب ما تيتحلش. الباب مسدود من برا. علاش سد عليا؟ واش غلط؟ ما يمكنش، انا ناعس حدا الباب خصو يتخطاني هادي يخرج. قلت ما فيها باس، يمكن مشى يقضي شي حاجه ويرجع. وصل الظهر ما بانش، العصر والو. الجوع والعطش مشيو من المشكل، المشكل الطواليط. من الصباح وانا شد البوله. قرب المغرب بديت تنفقد الاعصاب ديالي، بديت تنخبط في الباب على الله يسمعني شي حد. عندك يكون مات، عندك نبقى مسجون هنايا نموت بالجوع والعطش حتى انا. خونا جمع جوية العشرة الليل. كالله ديك الساعة غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. حل الباب ودخل. السلام عليكم ما قالاش. راه ما قدرتش نحل الباب، كان مسدود من برا. بدا غير يضحك، واحد الضحكة مايعة ما عندها حتى معنى. جمعت حويجاتي وقلت مع راسي قدر الله ما شاء فعل. ديك الليلة بتها في المراح ديال الدخلة الحي الجامعي، كانوا تما واحد الكراسة، نعست في واحد فيهم، نعست المسافر في الكار. في الصباح توكلت على الرزاق ومشيت للجامعة نقلب في الإعلانات على السكنة. القضية شاحفة، داكشي كامل اللي كاين غالي بالدقة على النيف. ديك الليلة نعست في المحطة ديال المترو مع السكيرية وصحاب الهيروين. في الصباح عاودت خرجت نقلب على الكرة والخدمة، ما جابش الله. ديك 4 دريال اللي خديت من فلوس الزكاة بدأت تدوب. تكنت غنقنط من رحمة الله وانا نلقى سكنة في بناية سكنية صغيرة مولاتها شارفة باقي لها قسمين في الدنيا. البناية فيها 3 ديال الطوابق وبعيدة على المدينة. سكنت تما ومعانا فيا الفارة ديال الإنسانية من صغري. فين ما لقيت في الجامع شي حراق حاصل ما عنده فين يبات تنعرض عليه. واحد الوقت وصلنا 5 الناس في بيت. كانت الماكلة ديالنا يوميا يا إما معلبات ديال الذرة مع الطون، أو تنشدو معلبة ديال العدس ولا ديال اللوبيا تنحلوها من الفوق وتنحطوها هكاك فوق البوطة. طراو بزاف ديال الحكايات العجيبة في هذا السكن المبارك، لكن الوعرة فيهم هي ديال عبد الإله. هاد الأخ كان تشد في المغرب سنوات ديال الحبس حيت كان مع الشبيبة الإسلامية، حقد على أي حاجة عندها علاقة بالمغرب. حرق لسبانيا ومن بعد جاء لألمانيا. كان متدين بزاف تاهو. سكنتو معانا في البيت وكانت الأمور مزيانة. تا غيجي النهار اللي عبد الإله غيدير فعلة غير مفهومة. عرض علينا واحد السوري للغدا. عبد الإله ما بغاش يمشي معانا. قال لنا توكلوا على الله أنا غنبقى هنا. مشينا عمرنا البوطون رجعنا
دقينا على الباب، عبد الإله مبغاش يحل وما تنسمعوا والو من الداخل. زدنا الدقان والو، الباب مطرق من عنده، يعني هو كاين. عينا ما نصبروا تخرنا، ولينا نديروا الدقان ديال البوليس والو. بداو يدخلونا التناوي، عندك يكون الزمر مات. المشكلة أن معايا الحراقة، ما نقدرش نعيط للبوليس. الجيران سمعونا بداو يطلوا، واحد فيهم عيط لذاك الشخص المكلف بالإصلاحات حيت تيكون عنده عادة الدوبل ديال السوارت. الحراق اللي معايا قلت لهم انتشروا، حيت يقدر شي ألماني متقاعد يحزق ليه الفرخ ويصوني على البوليس. جامو السوارت سولني شنو المشكلة؟ ما نعرف، واحد الصديق جزارني، خرجت نقضي شي لعيبة، رجعت لقيت الباب مسدود وهو ما تيجاوبش. متأكد كاين صاحبك لداخل؟ ايه كاين، الباب مسدود من الداخل. ما عندكش الساروت؟ كون كان عندي كون حليت. بدا يقلب في واحد الحزمة ديال السوارت وتيجرب. طبعا ما كاين غير العكس، تا ساروت ما خدم. خصنا نعيطو لحلال البيبان. اوكي، غتقام عليك بمية مارك. شنو؟ انا حازق، مية مارك راه مبلغ كبير بالنسبة للمتومر بحالي. ما عنديش مية مارك. تسنى. مشى ورجع جايب معاه الماتيريال ديال صحاب القفولة. كنت خايفو يجيب البوليس ساعة العرجولة. تقاتل مع الباب، تقاتل معه تحلو. دخلت طليت، ضرباتني واحد الريحة مقودة ديال العرق والصنان. عبد الإله ملوي في الكاشة تيتنفس، لاباس مازال حي. مشيت شكرت الألماني وصدرته، سديت الباب وسولت عبد الإله أشهد الفيلم اللي دار لينا. ما بغاش يجاوب، بقى غير متكي. درت أنا بحال إلا ما طرا والو، بدلت ساعة أخرى. بزاف ديال السيناريوات ومحاولات التفسير دازوا في راسي، لكن ربما الأقرب للحقيقة هي أن السي عبدو كان تيجلد عميرة تيستمني، وربما جيناه باغ تنافق في وقت خايب. صدق ضارب الطم وبقى ضارب الطم، حيت بلانو خايب تلت عاود. فكرت في الجنس كسبب، لأن قصة مشابهة وقعت مع الأخ محمد المصري. هاد السيد دابا راه إمام جامع كبير في ألمانيا. ديك الوقت كان مازال تيقرا، كان تيخدم في الويكاند عساس في واحد الباركينج ديال الرموك، عاطينو بيت كله داير بالجاج باش يعس، وعندو تلفازة باش يدوز الوقت في الليل. كان تيقنط بوحدو في الليل، فتيقول لينا نجيو عندو نونسو حيت كنا ساكنين قراب. تركبو على البيكالات الدراجات الهوائية وتنمشيو ندوزو معاه سويعات. واحد الليلة ما نعرف واش ننسى أننا غنجيو عندو ولا شنو، ما عرفتش. غاديين تنقربو تنقربو، هو عاطينا بالدار تيتفرج في التلفازة. أولي واش داكشي اللي تنشوفو هو اللي واش داكشي اللي تنشوفو هو اللي على بالي؟ دري معايا حتى هو حسيت بيه تهز. زدنا قربنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. حس الله تيتفرج في فيلم ديال السكوفح الجنس، وحط يده على حجره. بجوجنا غرقنا، رجعنا اللور، درنا ديك الرجعة ديال بشوية باش ما يعيقش. درنا راسنا ما شفنا والو. شوية انتبه لينا بدا يعيط من البعيد، السلام عليكم. وعليكم السلام. لا أنا لا الدري عاودنا جبتنا سيرة الموضوع. حضرت الخونة من بعد في خطب جمعة محاضرات، وديما الصورة اللعينة ديال ديك الليلة قدام عيني للأسف.